السلام عليكم ورحمة مين؟ الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بعد ليش تضحش صلاح؟ واحبك انا صلاح. انت اليوم شو وعبه؟ شو حد يجيب شيء ما عارف شو؟ انت جايب هديه اليوم؟ شو جايب؟ شو هديه حاولة دراوني؟ شو ضبطت فيها؟ انت اوبنت وات ذس؟ شو هذا صلاح؟ وحب دلفتان بي. شو صراحة هذي؟ ستتون. شو؟ بجنجان ببيل. في سو سي بيليان. ايوة حار. في حار. وين جايينكم؟ ابا فلاح ابا مزرعتكم في البيت؟ معلوم بيت في البيت. زين منو مسوينا؟ منو مسوينا؟ هدية. انت اعطاك منو ولا ما اعطاك؟ انا اغلى حار. ما تاكل حار؟ على هواك. دو ها شو يا ست طالعني ها قبض ها فنخ واحد بس ها فنخين فنخ واحد بس عليك يلا شو ريت ولا لا؟ انت في البيت ريت ولا لا؟ ناوي تكذب صح؟ ناوي تكذب ريت ولا لا؟ ليش ما قلت ابغي جلية جبود؟ زين حق منو مسوينها نحن الجبود الحين؟ انت لا انت تريت ولا لا؟ اصغر البشكارة. شو اسم البشكارة؟ بنين. بنين ما يعرف يقلب. اصغرها بنين. كم كم صلاح يهب بريكفاست توداي اور نات؟ كورن فليكس. مكيش. شوف الكل صلاح علوم ثانية جديدة. انت ما بضاري الاول تشرب. ليش تعلمت الكذب؟ يعني شو تبى ولا ما تبى حينه؟ بعد؟ البيت شو كلت؟ شو كلت؟ بكش. افتح الدرج مال السيارة بتلقط فيه جواز. زين؟ في الدرج. هي ظرف مال امبوست صلاح. وين اشوف؟ ما بفلوس عينك طايرة جدا الفلوس انت. من تشوف الربيتين ينينونك اشوف شو هذا؟ ايوه هذا. شو اليوم؟ وات ذس؟ هلوم ود ساتر اند هلوم ود نانا. نو دقة؟ دقة. ذير از دقة ها؟ ثانك يو. شوفي صلاح يبو ريوقه برينج بريكفاست كبده كبود مسوي جلية كبده. وين؟ لا هذا ايه هذا لا لا هذا ها اصبعك على هالمتن ذهب صمعه. بعد مره بعد بس خلاص خلاص يا لا روّنت في سندويشات يا صلاح يميع الرواوين. كبده ما سووا؟ لا ليش؟ ما سووا لك كبده صلاح؟ سير زقري الطباخ زقري الطباخ. وير از كبده فرسان ليفر؟ صلاح تدري شو قال؟ يقول ان الباح سهروا لين الساعه 3:30 الليل الفير وعيزه وابوي ويد هنا وذوابه فما رام يسويها اليوم. يسوي؟ زعلان انت؟ لا خلاص ما في مشكله بكره ولا اليوم؟ باكر بكره سوها. فور هيم لايك ماي ساندويتشز والدقة دوت ميك والزعتر دقة شو تبى؟ دقة صلاح تبى دقة ولا زعتر؟ ما اعرف دقة شو اسمها؟ دقة لا دقة دقة شو؟ دقة هي. شو بلاك الحين انت؟ انت لا اول بادي انت راشد شو فيك؟ شو بلاك؟ صلاح اثنين مينون؟ انا مجنون صراحه. لا يا كلام صراحه حبيبي استحي. رشيد شو بلاك؟ ترى اصلا ما يسمع زي مركب سماعه. حط سماعه كويني. راشد سماعه وين موجود؟ شو فايده تخلينا نحن باغم موجوده داخل لازم تحطها في اذنيك الحين. انت وين؟ سيارة مال الجيجار. هي وبعدين رحت
سياره الاجار وخلاف تسيرون سياره مال الاجار حق منو؟ هي سياره مال هو انا تركت ريكوري اول شيء هي مال هو بيودي جراج ايوه هي زين يلا سيروا ها وانت شو عندك؟ هي تعال رشيد نفرات يعطونك بخشيش ولا ما يعطونك؟ انزين وليش انت تقول ما يعطونك بخشيش؟ انت مين يقول عليك هذا انت شهيد هان سير ولا لا؟ ها؟ كذوب ما كذب كنت الله اكبر عليك شوف انسان لازم يقول الحمد لله يحصل رزق نصيب يقول شكرا يقول انا حصلت لا تقول ما اعطوني اعطاك الله وجمه شو؟ شويه تبي يعطونا كلفه؟ يلا 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 يا حرامي رقم واحد لازم ما يداني يشوف شيء طايح اي صحن اي فنيا اي شيء لازم يشله تعيل الصراحه هذا يلس وين صرت توك الحين؟ وين صرت؟ شو؟ هني يا بابا ادري وين صرت على توك ما صرت؟ وين صرت؟ المتابعين يبون يعرفون تحركاتك كلها تروح هنا بعدين وين اروح؟ عريس معاريس بكره حبيبي عرس الشيوخ عرس الشيوخ ايه عرس الشيوخ بكره عرس عود عود بسرعه عرس منو؟ عم زايد لا عرس زايد الشيخ زايد بن الشيخ حمدان بن الشيخ زايد بن سلطان انا عرس منو باكر؟ ثاني هي ثاني وثالث يلا عرس منو؟ حمدان لا صراحه عرس منو باكر؟ زايد بن حمدان بن زايد زايد النهيان عرس منو بكره؟ ثاني هي ثاني وثالث يلا كم عرس منو؟ ما اعرف اغلى زايد بن حمدان بس شيخ زايد بن حمدان صلاح بس زعل علي وين اعرف شو توك وين قالت بتصير؟ على عريس بتصير معاريس؟ حبيبي وين بتروم؟ زحمه سيايير وعالم حبيبي ما بتروم بتصير ليش؟ ما بتروح حبيب زحمه عالم وين؟ هناك قصر المشرف بحر لا ما قصر البحر قصر المشرف ها؟ شو؟ هني لا بعيد ورا بيتكم خالو ورا بيتكم خالو وين فريج التيار؟ هناك شرطه لازم لا. شرطه حبيبي لازم شيء شرطه ما شيء شرطه ايش قال يستوي قانون؟ ترى هو القانون كله عند الشرطه ها شو جايب؟ ها يدي ها شو جايب؟ بلالي جيب بلالي تقول لي اشوف تعال جيبي ياي يا بقل هي شو اشوف تح شو هذا؟ بيت بيت مع بلالي من وين بيت منو؟ بيت بابا ابراهيم ابراهيم بن منو؟ ابراهيم اخوك انت شو اسمك؟ انا محمد عمران محمد عمران وياي تشتغل بيت منو؟ ابراهيم ابراهيم شو اسمك كامل؟ ابراهيم راشد اربابك؟ ابراهيم راشد محمد مبارك على خبزي هي بس؟ ايه ما شب نصلهم؟ الله كل شيء كلها من عند منو؟ من عند عند مبارك هذا؟ ومراشد من عند مراشد يعني ارباب مالك ما من عنده هذا الشيء ولا من وين؟ هذا من وين جايك محيي راشد مراشد بابا ما من عند بابا هذا؟ ايه بابا ابراهيم هاي تراب انزين صبر 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 خلينا نرمي اسعدال صلاح لا ما تبغى يرس عدالك؟ ليش صلاح؟ طيب. حرام عليك انزين تعرف انت هذا منو صلاح؟ تحيده؟ ويمين انا صاحي هني انا هي وين اشتغل عندنا؟ اول كم سنه؟ زين اساله اشتغلت خمسة سنة ونص هي يلا بس خلاص الحين زين؟ يلا زين مال عمران نعال هاي نعال منو؟ انا نسي هندوك نعال انا نسيت تفري ولي هندوك ما يسوى لك سبب ها شو تسوي صلاح؟ ها؟ شو تسوي هالكراتين وهالدنيا؟ منو ماله هذا؟ مالك انت؟ وين مالك انت؟ وين جاي انك هذا انت ايباد جديد بكراتين وهالدنيا؟ من وين جاي؟ طاها قول لي تحب طاها انت؟ ايه وايد تحب طاها لهالدرجه؟
شو سر العلاقة اللي بين ها 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 عدل الله هي. السلام عليكم أباكادي حبي نعم وين أنت؟ عبر الحدود لا مسألت عليك وين عبر المخ تمام؟ تمام أمور طيبة؟ أخي شنو اليوم؟ دحل صح زين حبيبي تمام السلام عليكم أباكادي الوسي منو؟ الوسي نسيت؟ أنا نسيت؟ صح؟ شو وقت؟ الأذان تدخل هي يعني أنا تأخرت وايد في الجلسة وخطأ في الوقت حاضرين حاضرين يا صلاة باني أجلس ولا أسير؟ أسير وين أسير؟ ني خلوه لا ما بسير عند خلوه اليوم بسير عند مال ال صلاح ليش تعيب علي؟ اخ عليك انا اخوك العود انت ما تحبني؟ اخ عليك خلاص زعلان انا عليك ولا تكلمني لا 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 توبه ولا تكلمني ابدا يلا 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 مع السلامه ما بتنش تراضيني؟ لا اقول لكم تحيدون ترى ما قلت سلام عليكم زين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساكم الله بالخير مساء التزقريته اقول لكم اول ما اخذت سيارتي هاي اللي انا فيها حينه ما تحيدوا هاك اليوم سويت لها مخفي والجلاد مسوي لها الجلاد والسيراميك والحمايه من داخل والشفافه اللي سويته اول ما اخذت سياره هاك اليوم اظني قبل 3 شهور اتوقع او 4 استلمت السياره كان قالوا لي تعال ابوي بعد 3 اسابيع حق يسوون ريكفرينج او شيء من هالقبيل المهم اعاده ما ادري يسمونه له اسم هذا الموضوع اللي يسوونه لازم انه يعني ترد تجيب سيارتك على اساس يشيكون على شغلهم كان عدل لو ما الله انا اليوم مباشر اليوم مباشر وخطف ابوي اليوم ورا اليوم والاسبوع ورا الاسبوع والشهر ورا الشهر ابوي ولا ييتم يوم عد امس عاد كلموني قال ابوي انت تراك ابوي ما يب سيارتك قلت فا والاخير الحين هنان اعطيتكم سيارتي شو بصير بي فيه بياخذ لها التشيك الثاني يبغى لها 6 ساعات 5 ساعات 3 ساعات ما يبغى وقت وايد والاخير عاد يرمسني المصك العود هذا المسؤول مالهم بصور لكم يا اخلاف مصور لنا انا هاك اليوم انزين والاخير قال ابوي عدال مكتبنا شيء شركه مال تاجير مال شركه مال تاجير يا تجيب سيارتكم الثاني لي في البيت ولا تستاجر سياره قلت ابوي عيل انا بستاجر سياره منها صغار سياره صغيرونات تجرون يعني صغيرونات ما اعرف شو اسمهن المهم من السيايير الصغار هاي ب 100 درهم او ب 120 شيء من هالقبيل قلت ابوي تزهبوا لي سياره بعد ترى النول عليك ما بعلينا قلت ما علي مشكله يوم اللمي ولا 200 ربي ما براس ريال ما بيطيح شيء من ملك الله المهم الحين عاد ساير لهم الحين عاد ساير لهم وان شاء الله اني بصور هناك وبنطالع شو الهست الجديد اللي عندهم وبنشرح لكم الموضوع من اوله من طقطق الى سلام ابوي والمكان مكانهم هذا انا ما كنت جيته جيت المكان الاولي اللي في ياس ايلاند في جزيره ياس ترى بيخلينا نرمس هذا الاتجاه نحو اليسار بعدين الاتجاه نحو اليمين يا هي نشبه هذا ابوي اللي ما يدل شكرا انا ابوي العداله الاتجاه نحو اليسار الاتجاه نحو اليمين وصلت نحو اليسار وين اوجه سيارتي؟ انت يبوك جاي الضارب والله حمر بعد دنجرس اي سلام عليكم لا انا ابوي ما احب حد يسوق سيارتي بس خلاص خلها مكانها برايح مكانها اكيد ترى ياس اصورك لا الامور طيبه خلاص خلها مكانها ما شاء الله شوف الحظ حظ رقم واحد لقيت مره موقف ولايتي لا وفي الظله بعد يا سلام ياس اصورك تراني فنان انا ما اصور الا الفنانين والمتحت والله انك فنان ما فيك من مناقيد اذنه مصور انك ابوي وين فرده في وين مكان منقوده مكان فنان ابوي ولا انت بكبرك فنان يعني الله يحفظك الله يحفظك جاي عندك حياس اصورك انا ليش جاي عندك نسوي لها سيرفيس السياره تشيك كامل هو مفروض عقب كم انا حي شهرين ثلاث واخذت سياره هي المفروض يوم طلعت اول يوم
بعد ما طلعت خلال اسبوع تجي تسوي لها كولكشن. زين بس سفريات ابو محمد ما شاء الله شفت قايل المفروض ان السيرفز من بعد ما اطلع سيارتي بكم خلال اسبوع تجيب لنا السياره نشيك عليها تشيك كامل. زين انا ما جيت في خلال الاسبوع هذا. انا سافرت الحين كملت شهرين. شو الاجراء وياي هنا الحين؟ الحين نشيك على السياره لا سمح الله في اي قطعه يبالها تشيك او تبديل يبالها عاد؟ نعم يبالها ولا يبالها؟ يبالها والله. زيارك الله يلا سر. هي المفروض لازم خلال اسبوع. الجلاد الله يسلمك ابو محمد سواء كان جلاد الحمايه او جلاد الوان لازم خلال اسبوع من يوم تم انجاز العمل بعد اسبوع خلال فتره اسبوع لازم تمر علينا على الشركه حتى نشيك عليها بالكامل السياره تمام؟ زين التشيك هذا شو سببه؟ ان السياره خلال فتره اسبوع تكون الشمس ضاربتها المواد الشمعيه والمي اللي انحطت قبل الجلاد تكون تنشفت من الشمس بيكون احتمال يكون بسيط جدا اجزاء من الاطراف تكون متبطنه فاحنا عشان نضمن الحمد لله سيارتك ما فيها اي شيء الحمد لله على التشيك يعني بنسوي لها بس مواد شمعيه وتريتمنت اللي هو ما بعد الفويل في مواد خاصه اللي اهم شيء اللي اهم عن هذا هذاك هل زيارتي هاي حينه بدفع فلوس ولا من ضمن اللي علي الاول؟ لا هذا من ضمن اللي دفعته اول مره أهم ما في الموضوع يعني ما علي بيزات لا هذا ضمان نفس اللي دافع لمدة فترة الضمان كل 6 أشهر تشيك مجانا دون أي مشكلة ياركم الله ياركم الله انزين هذا من ضمن يعني حين أنا ما أدفع شيء ما علي انزين استدكم اللي أعطيتكم إياه قبل أكيد بارك الله فيك انزين وحين هدف من التشيك هذا محمد بس لضمان جودة العمل زين. هو ما يكون فيها أي شيء السيارة اللهم غير التشيك هو بلش على الجلاد أيوة. حتى إعادة لمعة السيارة ومادة خاصة اللي يسوي الريفرشمنت للجلاد اللي شو الريفرشمنت؟ ليش ما تتكلم عربي؟ هذا وانت اردني؟ خالك ريتشارد انت؟ يلا كمل عادة ان شاء الله ان شاء الله على نهاية اليوم تكون السيارة جاهزة هي وتسلم محمد او باكر الصبح اللي لازم لا انا بها اليوم جيت انا وخلصت سيارتي وظهرت بعد اسبوع جيتكم كم بتخلون سيارتي؟ التشيك الاول بيكون مدته يوم كامل هي والتشيك اللي بعدين كل 6 اشهر 4 ساعات ياخذ بس اسمك انت؟ انس انس انا تعيد مسملك الاول نسيت اسمك انس روح اسمك صعب ما شاء الله اسمك صعب من انا بتنقل لك اياه والله لا نسيت محمد لا مسملك اسم فنان والله يا حاج بعير حمدان لا انس الحين وايدين عرب استوى متابعين لي داد فكلهم ابوي ما حد يعرف انا شو سويت عندكم الخدمات او شو الخدمات اللي سويتوها حقي انا حق سيارتي نعم شو اللي انا سويته احنا اجمالا بشكل رئيسي لا انا شو اللي سويته روحي بشكل رئيسي هي. هو الجلاد المخفي حمايه الفرش الداخلي باستخدام تقنيه النانو سيراميك زين واللي من خارج اللي هي افلام الحمايه الشفاف للجلاد في شفاف وفي شو الخدمات الجديده اللي عندكم شيء جديد احنا خدماتنا بشكل متكامل اساس اللي هي خلتني انا بكبري بزمي وعراي اي عندكم انتم ما يزقرني الصفير ولا اي مني والطريج ماي الا عند الشيء الفنان لولايتي والله فشو الشيء الحين العرب تبى تعرف شو اللي سويت انا عندكم مميز اول شيء شرفت الشركه والشركه هاي شركه يا ربي لا تنفخ تيوباتي روحي ما ازداد زين زين خلص الخدمات يا ربي ضحكك هاي مال مارد بسم الله الخدمات ال يا ابو محمد لا ما بطفي اول شيء شرفت الشركه ابو محمد جزاك الله خير المتابعين الجداد حتى يعرف شو خدمات الشركه الخدمات هي عندنا فويلك تقدم شركه خدمات متكامله تبدا من رئيس الخدمات اللي هي تغيير الوان السيارات تضليل السيارات اللي هو المخفي حمايه تغيير الالوان بترخيص من المرور وكل شيء ولو شو تغيير اللون طبعا يتم التصريح من القياده العامه من المرور يعني من المرور ايوه لازم يترخي نعم لازم يجيب تصريح وتغيرون كل لونهم يبغى يعني كل هالالوان اي الوان طبعا يتم اختيارها خلال افلام اللي هي حمايه طلاء السياره بجميع انواعها في الافلام الشفافه مثل اللي ركبت على سيارتك تقنيه النانو سيراميك زائد اللي هي الكريستال حمايه الفرش الداخلي باستخدام تقنيه النانو سيراميك اصباغ الرنجات اصباغ الكاليبرز الملصقات على التاير اللي هي الكتبات اللي تنكتب على التاير انا هاي شيء مال ساعد اشوف عندكم صورهم زين هاي شغلكم انتم يعني اي نعم
انتم مسوينه هذا؟ نعم اكيد. ايوه طبعا طبعا ساعد ابو محمد هي احد واحده من عده قطاعات حكوميه تم تصميم وتنفيذ اساطيلها عن طريق شركه فويلر. ما شاء الله عليك. نعم. شو غير ساعد سويته انتم؟ دوريات السعاده، دوريات شرطه ابو ظبي، الاسعافات، محكمه باص، محكمه المتنقله، دبي بعد، السيارات التابعه لحلبه رياس. أيوة. سيارات السباق تم تسليمها وتنفيذها من قبل شركه فويلر. كم اليوم صبرهم في السيتي ووك انا؟ والله هي والله زين والله. ثلاث او اربع سياير روز ريز وبورش وحده بعد من غير بي ام كنا. صحيح والله مصورينهم من يومين شغلكم انتم؟ اي نعم. مقواك مساطين لين دبي؟ انا ابو ماش هاي سيارة كمان. ابوي اقول لك شو اسمك انت؟ خلينا نتكلم ترى ربع بالسوشيال ميديا ترى ما شفتك انا اكيد ما شفتك انت ريال مشغول. سيارة انت ولا شو جايب؟ والله انا مسوي لها سيرفس يعني. انت مسوي شارات لي انا خمس سنين. انت مسوي شارات لي انا سويته؟ نعم نعم. ايوه سيارة كلون سويتها لون؟ والله سووا لي السقف انا عندي الرن سووا لي السقف من بس سووا الجماعة وجزاهم الله خير وشغلهم مرتب ترى جزاهم الله. الحين ابوي الريال سواكم دعاية سواكم دعاية ما بلا يسمونه هو مستانس من الخدمة طال عمرك زين مبسوط مسوي له ديسكاونت عادة هاي اللي صورتك يا براين يبيعه مرة توكل يا الله. الله يحفظك ييسر امورك. شو اسمك انت قلت لي؟ درمكية. خليفة الدرمكي تدري انا ليش يا المكان هذا؟ انا ما اصير للمكان الزين والله من صدق رمسك لو ما بزين والله ما صورت لهم ولا خبرت عنهم العرب وكيلة عبده صادق ما اصور الا الشيء الصح لاني شرات اللي اغش العرب. نعم. اذا اني شيء ما بزين اقول زين. شوف مكانهم هذا يرزى؟ انا مو مركب فويل على سياره مركب على سياره. ما شاء الله عليك. لو ما يرزى ما رديته والله العظيم ما شاء الله. جزاك الله خير. جماعنا طيبين وما المشكله هاي انشكح العود هالبعير حشتي يا ابوكم. سؤالك توا؟ اقول انت محمد ما شاء الله عليك يومك مشغول دوم. أه. ما تحصل وقت تتمرن رياضه بعد؟ ابوي من عقب صلاه العشاء اسير والقط هالعود هناك كل يوم. اسير اتمرن يوميا القط هالعود. اي والله يوميا انت لكن انا ما اشوفك تخف انت اشوف دومك تغلب والله ابو محمد من الساعه 9:30 للساعه كان لازم يخف وزنك والله اخس عني انت بعد انت تاكل وايد انت تحب الاكل صح؟ صحيح اكثر عني مارس مارس ما قلت مارس هو؟ والله مارس زاد قاد يا ابوك متربط من كنز ممزور ارق الحين انس بتصير ترويني داخل شغلكم اللي بتشتغلينه الحين الناس اللي من قبل شايفينه غير الحين المتابعين الجداد ما يعرفون شغلكم انتم زين ما لا خليفه مع السلامه حبيبي. ايوه صبر هاي السياره شو كانت؟ هذا ابو محمد لونها الاصلي لون ابيض وقبل اسبوع تغير لونها للون ميليتري جرين اللي هو الجيشي اللامع. اول بي كلها في الامارات ما شيء اللون هذا اول سياره بالامارات زائد ان اليوم جاي كواليتي شك حق التشيك والحمد لله شغلها 100% وما عليه اي سياره منو اصلا هذه والله هاي الحمد لله الاسئله ما نقدر نجاوب عليها يعني بعد حتى انا ما بتجاوبني امور شوي خاصه بحي انهرك انت. هاي السياره بعد لونها شو كان؟ الاصلي ابيض. ايوه تغير لونها اللون هذا اول لون بعد بالامارات من الالوان الجديده نزلت 2017. يا سلام هاللون الملكي. نعم أعلم أن هذا من أحب الألوان إلى قلبي. أنا أعشق اللون هذا. يا سلام الهلو وزيدك من الشعر بيت. شو؟ وزيدك من الشعر بيت يوم ركبته حق رعيها قال لي طرشها حق خالد الخادم يستانس على هذا. اسمي ما كذا بالساعة. الله يبارك لك أبوك. هالسيارة اللي عندك أنت كلهن شيوخيات؟ الحين السيارة هاي مبدلين لونها انتم بعد؟ هاي لها تقنية النانو سيراميك اللي عبارة عن ست طبقات شمعية تعطيك لمعة قوية تحافظ على لونها ما يبهد من أشعة الشمس تحافظ عليها من عام تحافظ عليها كل ست أشهر سيرفس مجانا لمدة سنة. ايوه لكن هذا تحطون طبقة يعني؟ اي طبقة شمعية. نعم. شو تسوي؟ هاي تعطيك سماء تفيد منها صاحب السيارة الطبقة هاي اللي أنت تقول عنها؟ هي تقنية النانو سيراميك الحماية هي عبارة عن ست طبقات شمعية بالنهاية تشكل طبقة سماكتها تخلي لك لمعة السيارة قوية تحافظ على لونها ما يبعد من أشعة الشمس
نحافظ عليها من عوامل الطبيعة مثل سلاخ الطيور والحشرات أوراق الشجر. طبعا هي عبارة مثل ما تقول لكر. ليش كلمة اللكر هاي ليش ما تستبدلها بكلمة عربية؟ ليش يا ولد الناس انت بهذا؟ ما لها معنى ثاني باللعب. لكر يعني لكر مثل الطلاء مثل طبقة عازلة. طبقة عازلة هي يعني لها بديل. والله انت غير نمونة. طبقة السماء. كل جزء بالسيارة له مواد خاصة. الرجال لها بروحها له مواد خاصة. الربرات لها حماية خاصة. السكان له مواد خاصة. اي جزء سواء بلاستيك او مثل له مواد خاصة. مش مادة واحدة تطبق على كامل السيارة. ها يعني كل جزء في السيارة له مواد مادة خاصة فيه يعني. تطبق كل جزء بروحه. وهذا شو؟ هذا اللي يسمونه الإنارة الحرارية اللي تنشف بالمادة السيراميك على السيارة لأنها لازم تنشف. هي تأخذ وقت. هذا يومين؟ ناخذ يومين وبعد طبعا تطبيق السيراميك بعد 3 أيام ممنوع غسيل السيارة ولها كل 6 أشهر سيرفيس مجانا. أيوة. هاي شو يسوون الحين؟ هذه يركبون عليها مخفي. طبعا في عندنا مخفي اللي هو نسب تلوينه من 0 إلى 70% وعازل الحرارة 75% ضد أشعة الشمس بعد 99%. مضمون مدى الحياة؟ مضمون مدى الحياة وعازل 75% وأشعة الشمس 99% ونسبة التلوين من 0 إلى 70% بدرجات تلوين مختلفة. درجات تلوين مختلفة ولمعات مختلفة. في الناس مثلا تقول لك أبا جراي أبا أسود أبا أخضر أبا رمادي أحمر كل الألوان متوفرة. أيوة. كم ممزور سيارة سيارتي وين بتدور أنا؟ والله سنة خايف تسليمها اليوم بعد ساعة تسليمها بعد ساعتين والسيارة إن شاء الله بتدخلها الحين. متى بتخلص أنا؟ هي بقى لها 4 ساعات تشيل. أنا أبوي بخلي سيارتي عندكم لأني أوردي مستأجر سيارة فبدفع لهم بيزات عن ساعتين لا. منو بيدفع قيمة الأجار مع سيارتي؟ ها؟ أكيد أنت بتدفع. لك الفقر. لا حلي لا أخوة. أنس شو بالنسبة للأسعار؟ الأسعار كل خدمة لها سعر. الفوق المثل والسعر المخفي لنا خدمات متكاملة كل خدمة لها سعر. أيوة. واللي عن طرف خالد الخالدي أبو محمد لها خصم خاص 20%. ولمدة كم؟ لمدة لآخر الشهر إن شاء الله. شهرين تكرم عينك. أي واحد من صوت شهرين. شهرين ما تغير كلامك؟ لا مثل موعد ناخذ محمد. أي حد من صوبك إن شاء الله. والله اللي يوكم قبل كلهم شكرا. كلهم والله سلم ابوي على العمال اللي داخل كلهم سلم عليهم كلهم العمال ومشكورين على الخدمه المميزه وبارك الله فيكم بيك ان شاء الله باكر اشيل سيارتي مكانك شرفت اي عند الله علينا يا من ابوي استبدل ابوي الدينار بدرهم هذا اللي استبدل الدينار بدرهم والله ينسمو حرام ينسى ما يعيض فيك ابوي مواتر الكون كلها كل مواتر الكون ما تعيض فيك انت النيسان ولا استوى شرات تحس عمرك ملك وانت راكب النسمو احيله دري ولا الملك شني اظني دري وحتى دري من الملك يخق علي من تتفيزر على كرسي النيسان تجيك السلطنه تتسلطن لا اراديا تغدي سلطان زمانك تلقائيا روحك منك اليك يقولوا الحين وين ساير انا ساير الجوازات نص النهار القايله الطير ما يطير ساير الجوازات ليش اسوي عندي شغل هذا لا بطايع يخوز ولا بطايح يحترج شفت الهامور يوم يلس هويه القرقور هالنمونة لا هو اللي يدخل ولا هو اللي يظهر لا رب العالمين أبدا ولقط لك هاك الباركنج اللي عليه رضوان من الله يا سلام سلم ويلكم من الله يا ينكم الحر يا ينكم الحر هو عياله لا مشكلة حل بالأرصاد قالوا ومسونا تخف خف درجة الحرارة اليومين الجايات خفت عقولكم ما كذبكم لا بتخف الحرارة ولا شياته حرام يلقار شوي ويليل كلها حق هذا ها هتلر اللي وراي هنركضك من يومين وانا في الجوازات والمطار باحلي الساعة 2 في الليل وهو السبب حد يبين الجواز تدفع ابوي عاجل خلصت بسرعة تدفع ابوي مال امبوستي يقعدوا 3 أيام ما شي ابوي سلو تعال احمد الله يسعد حد انت تبوي تطبع له اوراقه ما يخلص بسرعه انت مبروك بارك الله فيك ما تقصر يا ابو احمد عن سيارتي بسالك عن سياره جايب هاي لا هاي ابوي مال اجار سياره ابوي انا ساره ابوي باكر بترد عروس اوه هي اتصالك
طيب احمد حبيبي الله يرضى عليك مشكور حبيبي تحياتي لكل الاسره الله الله يحفظك سلم على عمان وملكها وحكومتها وشعبها كامل الله مرحبا بك سالفه الدريول هذا يا الله يحفظكم واحد من ربعي من البومهير جزاه الله خير ما قصر قال لي يا خالد انا عندي دريول كانت في حال والله كانت بالصدق انا كان دريولي هلا مطوع اللي شفته صورته الصبح الاصلي هذا كان مسافر وكنت في حياة تدري وقلت برايي أبا يعني قلت له أنتوا أكيد أنكم ما عفتوا من هين لا بد إن في شيء شايد شو السبب اللي أنتوا ما بغيتوه قال أبوي ريحت من هجة قلت يوم اللي ريحت هين موضوعا أمر هين يا سوينا له أوراقة لا قبل ما سوي له أوراقة شرطت عليه قلت له نحن مدامك أنت إنسان مسلم غسلسة أنت إنسان مسلم وخايف من الله وراعي صلاة وراعي عبد المسيد عبادة كيف يصير مسير انت ريحتك وحث لازم سبوح تنصح وافق على الشرط وعين ان الله خير وصرت الجوازات ونقلت له الكفاله وسويت له اموره كلها كل من كيسي على حساب الله يحفظكم ما كمل ثلاثة ايام الا رد الا ريحته حج المهج تحرق العين تحرق العين شايف شي بنادم ريحته تحرق العين ها دومي متبرد نشيت وشليت له ديودرنت وعطيته اياه وقلت له شي يستعملونه وشي وعلمه وخبره ولا لا لا قال ان شاء الله عامله بعد ريحته من هجه ما بريح العاديه مصير ثلاث امتار اربع امتار ريحته تحرق العين ما حد هو بيتلاوى وياه يا غير من يركب السياره ضيت ريحه السياره ابدا قدت كانك الله في زرب فاضل كيل فاضل كيل ابدا جاي عادم الجمة أنا ويوم شفته لأنه بتفيزر بين حجرة البشاتير والمطبخ واجف قال أبوي تتبه هذا النمونة ما تبه سفرني سفرني كان حب ضاربني بقب على خمرة راسي توني باذل عليه يميع اللاف أسفرك وأنا توني باذل عليك يميع اللاف مال اللقامة مال الدكتور وعدم مغادرة وبحنت الزمان شو بقولكم وينها كلمة ما تسفرني ما وينها عنده هينة كلمة تسفرني هين والله ظاهر من ثمه قلت ثمه القرحة أسبي عطوني اللي سوى أسوي له ويزة ما خليت حد ما تشيمته شيمت اللي في الهلب الجوازات كلهم يلا يلا طاعوا والله عزمت سفره انزي بتيكم السالفة قلت إن شاء الله باكر إني بسفره بس يصير به الجوازات وبكنسل وبخليه يزر العين ما شافته في نفس اليوم واحدة من الخوات والله قالت لي أنا في حياة دريول أنا عندي دريول هذا فعلته هذا علمه هذا أخبره قالت لا أنا بخبر عليه دريولي اللي من غير ومشاتيرنا بينصحون وبيستنصح ما يهمك أبوي كمل عندها أسبوعين ثلاثة بشكاراتها ومشاتيرها كلهم أبوي ضربها من الرمد من قوة الريحة قالت أبدا ولا يحون الصبح أبوي بشكاراتها ومشاتيرها عيونهم كلهم خمسة من شو من قوة الريحة غير نمون هذا الله أكبر عليه هو من الله السبوح عدوة من الله يصير يصلي على المسجد يصير يصلي في المساجد يوم الجمعة بس يصلي ما يسبح لمن يمع لين يمع الحمد لله اللهم لك الحمد المياه مكودة لكن أبدا التحرى المعدوة كأنك تاب عليه بترول وظل عنك والله أني صرت المشكلة ولا بمبالي كلمة أنا حاننا وقلبي معورني عليه إني ما ودي له بالتسفير ودي له إنه يعني يعيش وقال يقصد إني ما أريد أقطع نصيبه لكن ما بطايب كيف يعني شو الحل أسير أذهب حد بعد من غيره قلت لا والله ولا ما يبي السبوح الدنيا العود حد ما يبي النظافة في الدنيا العود يتسبح من يمع لين يمع معقولة هذا بنادم هالنمونة عداها همس ولاني جاي يضح العاري قال ابوي انا بسير قلت بسير يعني فدات الله ما عندي مشكله كم ابوي التذكره قال 480 قلنا لابوي هاي ال 480 قطتي كثر ما رمست وياكم ولاني جاي اني قاطع التذكره متى رحلت قال رحلتي الساعه 3 الليل قلنا العيل زين ما شداني ابوي الساعه 12 جيت البيت وشليته وصرت وياه المطار على اساس بسوي له الخروج قبضت وياه في الليل مال الطيران ولان خلق الله ما خلق بعد سالفه استوت هناك ذكروني بخبركم بها قبضت لين يعني بقول لك يمكن ابوي عنده هلب الوزن قال ابوي طيارت ابوي هاي الساعه 10 في الليل كيف هي ماشي طياره الساعه 3 تصير كرات يا
اسميها سالفه، اسميها مصيبه، هاي مصيبه، هاي يسمونها بلوى الغافلين. والله يا ابوك اني رديت به مره ثانيه، والتذكره اللي هو قاطعنها بعد انك يعني تبدلها ولا تزيد عليها ولا شيء، لا سرت سرت ما سرت، ولا ابوي يصير ان بيزاتك دم فاسد. واسميني توزيت ابوي مره ثانيه ل 480 واديت له، وين ابوي يضحك ابا ولا ما ابا، وقطعت له طالت عماركم على اليوم الساعه 10 في الليل. وفك الله سعيد من عمه. زين شو استوى الباحث المطار؟ والله ان رمستي توصل عند حد من المسؤولين ويكون يردونهم الناس اللي يخالفون موضوع النظام اللي في المطار، وين الكاونترات وين المغادرين. شيء شر مسوين حدايد وسيور هالنمونه، شرات سراب الغول، شرات الحنيش خطوط، والناس قابضه سير، والعالم اللي هناك كلها قابضه لين، وانا من ضمنهم. ما وعيت ابو يوم باجي تقريبا 15 او 10 انفار انا يعني يزامي انا. واحد ابوي بسفرته وعقاله شل ابوي هاي السير هذا وخطف هو ربيعه وتجدمونه. والله خطف قدامي هو ربيعه لكن في صدره شريطه هاي وعليها تاق، تحريته حدا الضباط ولا يشتغل. انا تحريته عسكري ولا يداوم هناك ولا يعني في شيء ضروري ان جدم العرب هاي كلها، الناس كلها تمت تطالع موظف يعني صار في حاي ولا في شغل. الامراه تري يتخلص ولا طال خلى ربيع يصير ونحن قابضين الليل. اللي اقصده انه ربيع خلاص سويت تشيكن، سويت تشيكن هو توي جاي ونحن نتريى من ساعه. كيف يعني كيف هذا تبدل الطريق؟ بكسر الشك في اليقين. ودرت الليل وسكت حق الريال هذا، شفت خطاف ربيعه عاد، قلت له انت حين تشتغل انت في المطار؟ قال لا، يعني انت حين تتخطر العالم هاي كلها؟ شو اللي يخليك انت تكسر القانون تودر العالم هاي كلها اللي اختفت وتجي؟ والله انا لاني مستعجل وابغى ارد البيت باكر علي الدوام. قلت له يعني وحي العالم هاي اللي تشوفهم شو يعني تخطر؟ عاد انا ما بفدني. والله يا ابوك الربي عفو، انا ما عفو، ما خليت ولا بقيت عنه كلمه عد وتذكر. قلت له انت ما تخيل كيف الحين انت يعني مواطن وراعي سفره وعقال، كيف يعني ما تحترم سفرك وعقالك اللي على راسك؟ هل اجانب الحين شو بيقولون عنك؟ راعي الدار وراعي من انت من هالدار الحين، مدامك تلبس سفره وعقال عباره انت من هالدار، ما ادري بك شو متطبش انت يا غير انت من دار قال عبارة انت راعي الدار. كيف يعني تكسر القوانين وتبدي عمرك؟ الحين شوف هالوادم كلها ما بيقولون عنك انت، بيتحرون هالعرب كلها. انت مستهتر بطريقك هذه، انت خربت على امة لا اله الا الله. الحين الناس الحكومة تبى الناس تمشي على القانون وانتهى. المهم عطيت وغطيت ما خليت عنه كلمة عد وتذكر. كان لي دار ينطق هو نطق، عازم اللي يدير عيوني غير بنكه. ابوي كان حد هناك من هاللي يصورون ولا الكاميرا شغاله هناك هاك البارحه يعرفون هالريال منو ويهزبونه. هل بالمطار عاد الرمسه هاي لهم؟ الريال هذا ما يشتغل في المطار، من برا جاي، لكن يعني المكان هذا اي حد عادي يشل السير هذا ويدخل يتجدم اللواء. هذا منظر مش حضاري يعني، عيب. هاي ناس اجانب، شيء من مواطنين اجانب من كل مكان يعني، وهذا ياكم دلي دلي طف ابويا ولا كان حج قدام قابض لين. يعني هذا استهتار. يلا غاية تغدى ميت وليوع. من الطوي رحت الهثن يا ابوكم الحرب، زي شو بسوي؟ ما بيدي حيل، ها ما بيدي حيل، اسمعكم ولا انفعكم. ان شاء الله بنطالع السالفه. كانت بعد مشابهه قبل شهر، ما ادري شهرين، حبيت اسال شو اسمه الامبوست اللي فيه مصفح جاي بطاقتي مالت البنك ودقوا لي تليفون، قلت ابوي خلوها انا اروح ابيكم. المراد سرت وخدت رقم قدامي ثلاث او اربع انفار ما ادري من كل جزء، جيت وتفيزرت اتري رقمي بتبي يظهر يا ريال ويا حرمته، والحرمه والريال بياضهم فاحش يعني، ما من بياضنا نحن، لكن لابسين حرمه بعبادته والريال بكندورته يا غير حاسر لابس كاب. اشوف الحرمه بتصير سيد عند الموظف، قالت له خلصني، لا لازم تاخذين رقم. عفد الريال هذاك اللي جاي وياها، انت ما تستحي؟ هاي حرمه،
كيف تعامل بهالطريقه؟ ما تقبض ما ما تقبض لها عادي، فاتن على منو؟ على الموظف. قال ابوي هاي ابوي حرمه ولا غير حرمه؟ لازم تقبض صيد، حالها حال العرب، ما في ما في شيء اسمه حرمه قبل الرجال. الحين ابوي اللي ياخذ رقم هو اللي يتقدم، ما عليه لونك معوقه ما بصاحي، صاحي ست عشرانة. فهد ابوي بيتضارب ويا الموظف، يعني الحين انت ليش انت ليش ما بنت اللي ماخذ الرقم ليش تقدم الحرمه؟ قلت له ليش ما بنت ماخذ الرقم؟ خليت ابوي الحرمه ياسه في بيته، وجيت انت تحل تاخذ الاوراق الليله كلها المعامله، ليش تقدم الحرمه وتاخر؟ هاي نصيحتي انا للريال، الحين اخبر الريال اقول له يعني مفروض انت اللي تاخذ الرقم والحرمه تجلس في البيت. قال لي وانت شي خصك؟ بركم لو شرات البارحي هذا الريال شوي ضئيل بتلاسن وياه، لكن واحد بخبركم بعير. شفتوا علي توني جاي يعني مال الجلاد مال سيمون جسمه؟ قلت والله يا ابوك لو افتلت علي هذا لا يخليني هباء منثوره. لكن صخيت قلت توبه يا ابوك يا لساني فضحتني بين يراني. امس عاد خلاص في الليل ولا العصر ولا المغرب الله العالم. يلا الحين غاية غدا يلا في مال الله. ابوي ابو محمد ابوي الغي هذا يوم الا هذا، خلاص نحن تعودنا من نتابعك بشكل يومي، خلاص تويت روتين، الغي يوم الا هذا. يا رك الله انت، يا رك الله يا رك الله يا العود. هذا كل العيون خالتي على الورد بنفسجها. تسلم عيونك تسلم عيونك يا ولد الشيبه.